سريعة ولي من جانب الآخر لي يلعب العرضية تعدي تسديدة عدت ادوش في مباراة الزعيم يبحث من خلاله على تقدم ولا يازر عدي ممكن مرة تمريرة ولكن أيضا وصلت لحارس المرمى بدايتها نار مولعة نار تمرير الآن محاولة القحطاني والتسديدة عدت مرت إلى خارج أرض الملعب وهنا نتابع رادوي يلعب له كرة قوية ولكن مرت إلى خارج أرض الملعب كامبوس من اليسار ما هدى بوتا أيضا ما هدى هنا كرة أمامية بوتا فرصة كانت ريداوية شوف تابع أمامية رادوي خطورة ولكن عدت بسلام تعود ريداوية الآن بينه وما بين الزوري عرضية للقائم الثاني راسية المحياني ولكن راسية سهلة وصلت لمحمد الخوجري عبد المجيد على التنفيذ يلعب له كرة عالية خطورة راسية تعدي خطورة شتاء من الناحية اليسرى يلعب له كرة عالية أبوتا محسن برافو والدعيع خلصها حلوة منك يا محسن يا كرني المرتد للفريق الرائد شهادة تسديدة محسن في الكرة هنا محاولة خطيرة لبيت حسب إشارة الحكم أن الكرة اجتازت المرمى اجتازت خط المرمى